ونتحول الآن في نشرة السادسة لتعرف على أهمية أنباء المال والأعمال. فاطمة خليل والتفاصيل. فاطمة، شكرا محمد عبد الله، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة. تم توقيع العقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشاري البلجيكي إليا جريد، ويمتد نطاق الدراسة الاستشارية وفقا لهذا العقد لمدة 9 أشهر، وتتضمن مراجعة النموذج الديناميكي للشبكة الكهربائية الموحدة في ضوء التوسعات الهائلة التي تمت بالشبكة خلال 8 سنوات الماضية، كذلك الاستعداد لمشروعات الربط الكهربائي المستقبلي مع دول الجوار والقارة الأوروبية، إلى جانب إعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع أي ظروف طارئة. تواصل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ جهودها لدعم الصناعة، حيث التفتت عقب افتتاحها المجمع الصناعي بجرجة جمعية رجال الأعمال بسوهاج لبحث سبل دعم وتنمية الصناعة والوقوف على التحديات التي يواجهها المستثمرون والمصنعون بالمحافظة. وأثمر اللقاء عن عدد من القرارات، أبرزها أولوية التسليم للوحدات مكتملة المرافق وعدم تسليم وحدات غير مكتملة، وإعادة تعريف وتوصيف الشركات الصغيرة لدى البنك المركزي بما يتوافق مع معدلات التضخم الحالية، واستغلال الظهير الصحراوي لمحافظة سوهاج، واستغلال المنطقة الصناعية المخصصة بدار السلام للصناعات الثقيلة. كما ناقش اللقاء إمكانية إنشاء ميناء جاف بمحافظة سوهاج وزيادة قدرة محولات الكهرباء الخاصة بالمناطق الصناعية، والعمل على تطوير ميناء سفاجة باعتباره المنفذ الأقرب لمحافظات الصعيد. يأتي ذلك في إطار استمرار توحيد وتكامل الجهود لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات وتذليل العقبات أمام المستثمرين. تهدف المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة ابدأ إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة. تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي ومؤشر إي جي إكس 70 وسط تداولات مرتفعة. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 42% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4428 نقطة. في أسواق البترول العالمية، وصلت أسعار النفط مكاسبها لترتفع بأكثر من 1% مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بكورونا في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.36% لتصل إلى 87.09 دولار للبرميل. كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.66% لتصل إلى 81.51 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.46% لتصل إلى 3.21 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4% لتسجل نحو 3.44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة، حيث تجددت المخاوف بشأن ركود الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود بسبب ضعف نمو الاقتصاد الصيني، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي بنسبة 2.2%، وفي أبو ظبي انخفض المؤشر بنسبة 0.4%، وخسر مؤشر السوق في دبي 0.2%، لينهي موجة مكاسب استمرت 4 جلسات، وتأثر المؤشر بتراجع أسهم عدد من الشركات المالية والعقارية، وتراجع المؤشر القطري
2.2% مواصلا خسائره للجلسة السابعة على التوالي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرهام ومحمد لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا فاطمة.